كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالتجربة الرائدة للمملكة المغربية في مجال التكنولوجيا والعلوم والتحول الرقمي كتجربة عربية ناجحة وخلال استقبال معالي السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية للسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي أثنى رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية على مبادرات البرلمان العربي التي من بينها انشاء مجموعه العمل البرلمانيه للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد احد اهم المبادرات التي اطلقها البرلمان مشيدا بجهود رئيس البرلمان العربي ورئيس واعضاء المجموعه من اجل تحقيق الاهداف المرجوه التي انشئت من اجلها